طمن يا استاذ والله هديها خفيفه. ما انا عارف ان هديها خفيفه زي ما خدت الشقه كده وما حسيتش بيها. وجودي في الشقه قانوني غصب عن عين اي حد. طار البيت غير الكالون ومش عايز دخلني البيت. الشقه دي بتاعتي الشقه دي بالعماره كلها ملكي انا. إيجار قديم، المسلسل الذي حاز على مشاهدة وإعجاب الجمهور. نجوم وصناع العمل مع لميس الحديدي. شفتني وأنا متعصب؟ لا الحقيقة لا، اوعى تشوفني وأنا متعصب. طب عشان السكر بس. النجم شريف منير. هاخد الشقة هاخدها. الفنانة القديرة ميمي جمال. أنا الفنانة ثريا وجدي. الممثلة الشابة إلهام وجدي. خروج من الشقة مش خارجة. المخرج طارق رفعت والمؤلف عمرو الدالي. كل هؤلاء في كلمة أخيرة. وانت في حضني بنسى الدنيا. كلمة أخيرة الثلاثاء 9:30 مساء على On.